واصلا لو كان لي في الموضوع ده كنت حكون مع مين؟ مع الرسول. مع الرسول ما كنت حكون معاكم يعني. فخرجت صفيه رضي الله عنها من القلعه وقتلت اليهود وعادت الى القلعه وحسان رضي الله عنه جالس. فقالت طيب على الاقل الجثه برا، روح ارميها عند اليهود عشان يعرفوا انه في رجال. ما ذاك في، ولو كان في لكنت مع رسول الله. انا جثث ودم ولا ما انا شعر عشان لك الصبح، بس انا ما لي. فخرجت صفيه عمه الرسول صلى الله عليه وسلم، اخذت الجثه ورمتها عند يهود ودخلت القلعه وحسان رضي الله عنه جالس. فخافوا اليهود قالوا في قلعه رجال. هل عمره صلى الله عليه وسلم لامه؟ العمر قال له يا اخي استرجل، احنا قاعدين نحارب وانت جالس هنا. هل عمره منعه انه يشعر لانه ما هو حق جهاد؟ قال له لا، انت خلاص لا ما حق جاهد لا تشعر. اللي هو فكرنا اليوم، يا ابيض يا اسود، يا انت كامل اتفضل، عندك قصور في شيء ما نقدر كذا كذا ما احتجر النظام كذا. هذا مبدا اساسي في التربيه، مبدا اساسي في اختيار التخصصات. يا اخوات لا تدخلوا التخصصات انتم لا تحبونها. ولا دائما نكرر هذا كلام موجه لي. حرام اللي بيحصل في البلد لما اخذ نفس ولد او بنت يدخلوا تخصص هم ما يحبوه. حتى لو عنده هوايه فن، الرجل كذا يعني يحب مثلا الفن والشعر فيدخل دكتور. خالد بن الوليد معروف بايش؟ حرب. حرب. عمركم سمعتوا ان والله كان من المرتلين للقران الحافظين للقران؟ كان يخطئ في قصار السور.